اهلا بيكم. طبعا اغلبكم لما قراتم عنوان الحلقه ممكن تكون استغربتوا من مصطلح اديان علمانيه، اللي هو ايه اللي جاب الدين للعلمانيه؟ مش المفروض ان العلمانيه في ابسط واشهر تعريفاتها هي الفصل التام ما بين الدين وما بين الدوله؟ ناخدها واحده واحده. الاول مصطلح العلمانيه دوت او سكيلوريزم، ده مصطلح ظهر بمعناه الحديث على يد الكاتب البريطاني جورج هوليوك عندما استخدمه لوصف النظام الذي دعا إليه فلاسفة التنوير خلال القرنين السبعتاشر والثمانتاشر، أمثال سبينوزا وجون لوك وفولتير وجان جاك روسو وكانت وغيرهم، اللي لو فاكرين في حلقة عصر التنوير الأوروبي إنهم دعوا إلى ضرورة إرساء نظام سياسي يقوم على الفصل التام بين الدين والدولة. وده زي ما شفنا في الحلقة حصل عندما أدرك هؤلاء المفكرون والفلاسفة كارثة أن يكون الدين حكم على الدولة، أو أن تكون قوانين الدولة مشتقة من الدين، أو أن يحكم الدولة ملك باسم الدين أو الإله. وبالتالي بقى وبعد تقويض السلطتين اللي حكمتها أوروبا خلال القرون الوسطى، اللي هما سلطة الملك وسلطة الكنيسة، وكنتيجة أيضا لانزياح الدين المسيحي التقليدي، كان لابد من ظهور منظومات دينية بديلة لملء هذا الفراغ الروحي الذي تركته قيم التنوير في المجتمع، وهو ما حدث على يد فلاسفة التنوير نفسهم بدعوتهم لما يعرف بالدين المدني والدين الطبيعي أو الربوبية. فيلا بينا نحكي حكايته. نبدأ الأول مع بعض بالدين المدني. الأول مصطلح دين مدني كان أول من قال به هو الفيلسوف الكبير جان جاك روسو، وده عندما خصص له الفصل الأخير في كتابه الأشهر العقد الاجتماعي الذي أصدره سنة 1762 ميلادية، حيث بدأ الفصل بأن البشر قديما لم يكن لهم من حكام وملوك سوى الآلهة، ولم يكن لهم أيضا حكومة غير الحكومة الإلهية، ولكن الآن قد حان الوقت ليضع البشر أمثالهم ليكونوا سادة عليهم، في إشارة طبعا لفكرة كتابه نفسها من أن المجتمع لابد أن يقوم على عقد اجتماعي، يعني مجموعة من القوانين التي تنظم العلاقة ما بين الحكام والمحكومين، أو يعني بمعنى أبسط تحدد الحقوق والواجبات ما بين الدولة وما بين المواطنين فيها. المهم هنا بقى تنبه جان جاك روسو إلى أن الدين المهيمن حينها في أوروبا اللي هو الدين المسيحي لا يناسب أبداً روح المجتمع المدني الذي يدعو إليه، لأنه أولاً لا يعزز روح الانتماء والوطنية، وثانياً والأهم إنه لا يعزز مبدأ التسامح الديني والتعددية، فمن يعتقدوا بأنهم هم فقط على الصواب وعلى الحقيقة المطلقة، ويعتقدوا أن من هم خارج كنيستهم على ضلال، لا يمكن لهم أن يكونوا مواطنين في الدولة المدنية، ولذلك دعا جان جاك روسو إلى ما يعرف بالدين المدني. طيب إيه بقى هو تعريف الدين المدني؟ وإيه هي مكوناته؟ وهل نقدر نطبق عليه المنهجية اللي بتابعها معاكم في كل حلقات الأديان في سلسلة ببساطة، اللي هي دراسة الدين بشكل موضوعي من خلال مجموعة الأركان الأساسية للدين اللي هي المعتقدات والطقوس والميثولوجيا ومعها الأخرويات، وكذلك مجموعة الأركان الثانوية للدين اللي هي الشرائع أو الأحكام والسير المقدسة لرموز الدين، وكذلك المذاهب والفرق المختلفة التي تشكل جماعة الدين، وأخيرا الجانب الروحاني أو العرفاني للدين. طيب تعالوا نشوف مع بعض. أولا الدين المدني عند جان جاك روسو هو الدين الفطري الموجود بقلب كل إنسان، وبالتالي فمكوناته بتستمد في رأيه من الإرادة العامة للمواطنين في الدولة، فهي في رأيه مكونات بسيطة خالية من تعقيدات الأديان الأخرى التقليدية، لأن هدفها في رأيه هو إشباع الجانب الروحي لأفراد المجتمع وكذلك الحفاظ على أخلاقه وانتظامه. طيب لو حاولت معاكم كده ببساطة ان اعرض لكم مكونات هذا الدين المدني بنفس الطريقة اللي بعرض لكم بيها مكونات الأديان الأخرى اللي لسه قايل لكم عليها من شوية، وبدأت معاكم بقى بأول وأهم ركن أساسي في أي دين اللي هو ركن المعتقدات، فلا بقى ان جان جاك روسو قد حدد للدين المدني أربعة معتقدات أو مبادئ رئيسية، هم أولا التأكيد على وجود إله أعلى للكون، ثانيا التأكيد على اليوم الآخر أو يوم الحساب، وثالثا التأكيد على مبدأ الثواب والعقاب، أي أن من يفعل الخير والصواب سوف يثاب، وأن من يفعل الشر سوف يعاقب، ورابعا بقى وأخيرا التأكيد على مبدأ التسامح الديني وعلى التعددية. طبعا واضح هنا زي ما احنا شايفين
إن هذه المعتقدات الواضحة والبسيطة تلبي هدف الدين المدني في رأي جان جاك روسو، وهو زي ما قلت من شوية إشباع الجانب الروحي لأفراد المجتمع مع الحفاظ على أخلاقه وانتظامه. طيب نروح للركن الأساسي الثاني وهو ركن الطقوس. بشكل عام أقدر أقول إن جان جاك روسو قد طبق الطقوس التقليدية اللي موجودة في الأديان العادية، ولكن بما يقابلها في الطقوس أو الاحتفالات المعبرة عن الدولة. يعني بمعنى بسيط، جعل الطقوس في الدين المدني هي نفسها الأعياد والاحتفالات الوطنية. يعني مثلا الأعياد الدينية أصبحت هي الأعياد الوطنية أو القومية للبلد التي تخلد ذكرى أحداثها التاريخية. التراتيل والأدعية الدينية أصبحت في الدين المدني هي الأناشيد الوطنية وقسم الولاء. الأماكن المقدسة والأضرحة أصبحت كذلك في الدين المدني هي الآثار التاريخية للدولة كالمقابر الوطنية والنصب التذكارية ومواقع المعارك الكبرى وغيرها من المواقع التاريخية التي شهدت الأحداث المؤثرة في تاريخ الدولة. وكذلك نفس الأمر في ركن الميثولوجيا أو الأساطير في الأديان التقليدية، تحولت هي الأخرى إلى أساطير المعارك الحربية وتأسيس الدولة وقصص رموزها التاريخيين وما إلى آخره. أما بالنسبة للركن الأساسي الأخير اللي هو ركن الأخرويات، فلا وجود له طبعا بشكله التقليدي في الدين المدني، فلا ذكر لأحداث النهاية أو أحداث ما بعد الموت أو كيفية الحساب واليوم الآخر، لأنها زي ما شفنا لا تخدم هدف الدين المدني. طيب لو رحنا الأركان الثانوية للدين المدني، فهنجد أنه يسمح وبكل وضوح بالتسامح الديني والتعددية لكل الأديان الأخرى، بل ويجيز استعمال نصوصها في المناسبات العامة، بل وحتى استخدام رموزها في المباني العامة للدولة. أما بالنسبة لركن السير المقدسة، فده هو الآخر تحول في الدين المدني لسير الرموز الوطنية والقادة والمؤسسين للدولة، بل وأصبحت حتى سيرهم تستخدم لتعليم الأخلاق بجانب طبعا تزكية الروح الوطنية. طيب ده كده أهم ملامح الدين المدني عند جان جاك روسو. نيجي بقى للسؤال المهم، هل لاقت هذه الدعوة قبول لدى العامة؟ أو يعني هل في ناس آمنت بهذا الدين المدني أو في حتى مجتمع كامل طبقه؟ الحقيقة الدين المدني لم يتحول إلى دين شعبي مثل الأديان التقليدية، يعني لم يعتنقه شعب أو جماعة كبيرة من الناس، بل اقتصر اعتناقه على القادة والمفكرين والفلاسفة العلمانيين خاصة في فرنسا منبع هذا الفكر، وكذلك في الاتحاد السوفيتي سابقا، والأهم في الولايات المتحدة الأمريكية اللي تعتبر الحقيقة أكثر الدول تطبيقا للدين المدني منذ تأسيسها بعد ثورة الاستقلال الأمريكية، زي طبعا ما شفنا في حلقتها، حيث حاول حينها قادتها وبشكل موسع وممنهج ترسيخ هذا الدين، بداية من إدراجه في التعليم الأساسي للأطفال، يعني يعلموا الأطفال قيم الوطنية والطقوس المدنية وغيرها من قيم الدين المدني اللي عرفناها من شوية، حتى أصبح بالفعل الدين المدني في الولايات المتحدة له قاعدة كبيرة في نفوس الأمريكيين. تمام، ده كده بالنسبة للدين المدني. تعال بقى للدين الطبيعي أو بقى ما يعرف بالربوبية أو حتى ما يشتهر في الغرب بمصطلح الديزم. ده بقى بكل بساطة أقدر أعرفه وأقول إنه الإيمان بوجود إله عظيم أو مصمم للكون خارج إطار الأديان، وده بيكون وفق تصور وفهم معين لعلاقة هذا الإله أو هذا المصمم العظيم بالكون والإنسان. طيب يعني إيه بقى الكلام دوت؟ يعني ببساطة الشخص الربوبي يؤمن بوجود إله أو مهندس أو مصمم أو كيان عظيم خلق هذا الكون وفق خطة محددة، ثم تركه بعد ذلك يسير كما هو دون أن يتدخل فيه، كما هو الحال طبعا في الأديان التقليدية، أي لا يتدخل في قوانين الطبيعة ليصنع معجزات، ولا حتى يتواصل مع البشر من خلال وسطاء كالرسل والأنبياء والوحي وما إلى آخره. ولذلك حتى يؤمن الربوبي بأن معرفة الإله أو الخالق أو هذا المصمم لا تكون عبر الوحي أو عبر الأديان التقليدية، بل عن طريق العقل، أو بمعنى أبسط عن طريق إعمال العقل في مراقبة العالم الطبيعي المادي. علشان كده حتى بيعرف هذا المذهب بالدين الطبيعي. وهنا بالمناسبة لازم نفرق ما بين الدين الطبيعي اللي هو مذهب الربوبية اللي هو موضوعنا، وما بين دين الطبيعة اللي بيعبد فيه الإنسان عناصر الطبيعة المختلفة كالشمس والنجوم والكائنات وما إلى آخره، واللي طبعا شفناه كتير في الأديان القديمة في بداية حلقات سلسلة ببساطة. طيب الفكر الربوبي الحقيقة رغم أنه كان موجود منذ بداية التاريخ الفكري والفلسفي للبشر، يمكن من أول فلاسفة اليونان، إلا أنه لم يظهر أو يتبلور كحركة أو كمذهب فكري إلا في عصر التنوير زي ما قلت في المقدمة،
وده كان تحديدا من بعد الثورة العلمية خلال القرنين ال17 وال18، لأنه خلالها بقى وجد العلماء والمفكرين والفلاسفة من خلال العلم أن الكون يسير بنظام وبقوانين دقيقة، وبالتالي ده بيشير في رأيهم إلى وجود مصمم عاقل ذكي. ولكنهم طبعا في نفس الوقت لم يقتنعوا بالأديان التقليدية لما تتضمنه من أمور غير منطقية وغير عقلية، خاصة فيما يتعلق بصفات هذا الإله وكيفية تواصله مع البشر من خلال الوحي والرسل والأنبياء والمعجزات وما إلى آخره مما لا يقنع عقولهم. ولذلك فتساءلوا كيف يخلق الإله أو هذا المصمم العظيم العقل وفي نفس الوقت يخلق ما يتعارض معه ولا يقنعه. ولذلك آمن كثير من علماء تلك الفترة بوجود مصمم عظيم للكون، ورفض في نفس الوقت الإيمان بالأديان التقليدية الموجودة وكل بقى ما يتعلق بها من أمور مثل الوحي والكتب المقدسة والعبادات والطقوس وما إلى آخره. فالدين نفسه في رأيهم ليس ضروري للوصول إلى الإله، ولذلك عرف حتى هذا المذهب الفكري بمذهب الربوبية. وهنا بالمناسبة بيكمن الفرق الجوهري ما بين مذهب الربوبية وما بين الإلحاد، لأنه رغم أن الاثنين بيتفقا في رفض الأديان أو يعني كلاهما من المذاهب الفكرية اللادينية اللي هنعرفها بعد كده بالتفصيل، إلا أن الربوبية بتختلف عن الإلحاد في أنها تؤمن زي ما قلت من شوية بوجود إله أو مصمم للكون، على عكس الإلحاد الذي يرفض الأديان ويرفض كذلك فكرة الإله أو المصمم. والحال لو جينا لهذا المصمم أو الإله في المذهب الربوبي سنجد أنه ليس له تصور واحد فقط كما يعتقد البعض، بل نقدر نقول أنه له على الأقل ثلاث تصورات مختلفة. التصور الأول هو التصور الكلاسيكي التقليدي الذي يقول من أن الكون له خالق أو مصمم خلقه في وقت ما ثم يراقبه من بعيد دون أن يتدخل فيه، بينما التصور الثاني الذي يعرف بمصطلح البانديزم أو الكلية الربوبية فهو على العكس من التصور الكلاسيكي التقليدي، يرى أن الإله ليس منفصل عن الكون بل هو الكون نفسه أو هو نفسه الطبيعة، أي أن الكون في الأصل كان إله واعي، وعندما توسع أصبح قوة غير واعية حيث أصبح الإله هو الكون نفسه كما هو الحال الآن، وربما يعود الكون يوما ما إلى حالة الإله الواعية. يعني تقريبا الربوبية الكلية مذهب فكري بيجمع ما بين الربوبية وما بين وحدة الوجود أو ما تعرف بمصطلح البانثيزم اللي طبعا عرفناه مع بعض كتير في بدايات حلقات سلسلة ببساطة. أما التصور الأخير أو تصور الإله الأخير في المذهب الربوبي فهو التصور المعروف بمصطلح الكل في الرب، أي أن الكون جزء من الإله وليس الكون هو نفسه الإله كما هو الحال في الربوبية الكلية. وهي هذه التصورات المختلفة ليست هي فقط الاختلافات الوحيدة الموجودة بين الربوبيين، بل بيتفاوت الربوبيون الحقيقة في الإيمان ببعض القضايا العقائدية الأخرى، وأهمها طبعا قضايا اليوم الآخر أو يوم الحساب وكذلك قضية الثواب والعقاب. يعني هناك مثلا من الربوبيين من يؤمن بأن هناك يوم آخر سيحاسب فيه الإله ويطبق الثواب والعقاب، وهناك من يرفض الإيمان باليوم الآخر أو بيوم الحساب ويرى أن الثواب والعقاب سيطبق في هذه الحياة الدنيا، أو حتى هناك من يؤمن بقضية التقمص والتناسخ، أو حتى هناك من لا يهتم بهذا الأمر أو يعتقد بشيء محدد وينظر إلى هذا الأمر بشكل كامل بنوع من أنواع الاحتمالية. بل هناك حتى من الربوبيين من يجمع ما بين ثقافته الدينية الموجودة في مجتمعه ولتكن مثلا المسيحية والإسلام وما بين مبادئ الربوبية. يعني ببساطة بيؤمن بمبادئ الربوبية وبيطبقها وبيعتنق فيها وبيمارس في نفس الوقت الجوانب الثقافية للعقيدة الموجودة في مجتمعه. واعتقد الحقيقة ان السبب وراء التفاوت الموجود ما بين الربوبيين بيرجع الى ان المذهب الفكري الربوبي او المذهب الربوبي بصفة عامة كان يعتنق من البداية من قبل القادة والفلاسفة والعلماء والمفكرين وما الى اخره، أي لم يكن له ظهير شعبي أو يعني لم يكن له منظومة دينية واضحة ومتكاملة كما هو الحال في الأديان التقليدية. ولذلك آمن كل ربوبي بما يقتنع به عقله وبما يرتاح له قلبه. بس كده، متنسوش بقى تبص على المصادر أو تشوفوا السلسلة من أولها لو حابين، أو حتى تشوفوا خريطة السلسلة ببساطة في المنتدى لو عايزين تعرفوها. بس كده، أشوفكم على خير، سلام.